يعني اللي ماشي ما عاد يعرف وين بده يروح واللي قاعد مش مأمن على حاله. حالات انعدام الأمان والعدالة والاستقرار إنسان يضطر. لك اعتقاد أنه نحن في وطننا أموات فنموت أحسن ما نبقى أموات هناك. مشينا بهالبحر شوي ومنغرق شوي منغرق. لما طلعنا بالسفينة تبع الإنقاذ كأنه انولدنا من جديد. سوريا هون، من سما هون، ما بتروح من بالي سوريا.